قام من شابتر 1 نكمل عند وصلنا عند الريلابيلتي. اوكي قلنا انه احنا عندنا في الريلابيلتي انا عندي مجموعه من العوامل اللي تاثر لي في الريلابيلتي. اذا والله هذه العوامل يعني لها تاثير اما انها تزيد الموثوقيه او انها تقلل من الموثوقيه. اول عامل عندنا اللي هو التايب تشيكينج. قلنا انه التايب تشيكينج انه هو ايش يعني التايب تشيكينج باختصار. ابغاكم تفرقون بين التايب تشيكينج وبين الاكسبشن هاندلنج. كلهم يفحصون ايرور. اوكي كلهم يفحصون ايرور، ولكن التايب تشيكينج هو يفحص اوكي ويختبر الايرور اللي داخل البرنامج. اوكي يعني يفحص للايرور اللي خلال ايش خلال الكومبايلر تايم، يعني قبل ما انفذ البرنامج. التايب تشيكينج يفحص الايرور اوكي اللي قبل ما انفذ البرنامج يعني خلال الكومبايلر تايم. ولكن الاكسبشن هاندلنج تفحص الايرور وتحل الايرور اوكي خلال الرننج تايم، يعني في وقت تشغيل بعد ما اشغل البرنامج واخلص يطلع لي ايرور، هنا احل الايرور. اوكي فالتايب تشيكينج الايرور راح يطلع في الكومبايلر تايم، بينما الاكسبشن هاندلنج راح يطلع بالرننج تايم. هنا راح افحص الايرور اوكي او افحص جميع الايرورز اوكي داخل البرنامج. فالاكسبشن في التايب تشيكينج التايب تشيكينج انه انا راح افحص الايرور اللي داخل البرنامج. هذا تعريفه فحص الايرور اللي داخل البرنامج اسمه تشيكينج. فانا راح افحص الايرور اللي داخل البرنامج. اعطاك اكزامبل اوكي، تخيل لو انا عندي فانكشن وهذه الفانكشن مثلا تستقبل انتجر. انا عندي فانكشن تستقبل انتجر اوكي وجاء ودخل لها فلوت ودخل لها نوع فلوت بدل انتجر. اوكي مثلا لو انا عندي فانكشن وهذه الفانكشن تستقبل نوع انتجر وانا رحت ارسلت لها متغير من نوع فلوت، شو راح يصير؟ راح يطلع ايرور. انا عندي فانكشن وهذه فانكشن تستقبل انتجر فقط، وانا رحت ارسلت لها متغير من نوع فلوت، طب كيف هي فقط تستقبل انتجر؟ فراح يطلع لي ايرور، لان الفانكشن تستقبل قاعد تنتظر وهي تستقبل انتجر وانا رحت ارسلت لها فلوت، فراح يطلع ايرور. طب هذا ايرور وين راح يطلع؟ هل راح يطلع بالكومبايلر تايم ولا بالرننج تايم؟ لا راح يطلع في الكومبايلر تايم. اذا هو عباره عن تايب تشيكينج. اوكي فاعطيك مثال، لو انا عندي فانكشن تستقبل انتجر ورحت انا ارسلت لها فلوت اوكي، لازم يكون عندي في لغه البرمجه فحص اوكي افحص هذا الايرور اوكي وين في قلنا في الكومبايلر تايم اوكي وليس الرننج تايم. اوكي يفحص هل القيمه الجايه هي فعلا انتجر زي ما تستقبل فانكشن ولا فلوت، اذا فلوت راح يطلع لي ايرور وراح يحل الايرور. اوكي فهذه هي التايب تشيكينج، انه انا راح احل الايرورز اللي تطلع لي في الكومبايلر تايم يعني في قبل وقت التشغيل. الاكسبشن هاندلنج لا، الاكسبشن هاندلنج راح يطلع لي انا انكريبت، راح احل الايرورز اللي تطلع لي في الرننج تايم، يعني راح احل جميع الايرور اللي تطلع في الرننج تايم في وقت التشغيل، يعني انا بعد ما اشغل البرنامج واخلص طلع لي ايرور. طب هذه الحاله وشو الاكسبشن هاندلنج؟ تتعامل مع شيئين، ركزوا معي بنات ركزوا معي مره كويس. الاكسبشن هاندلنج تتعامل مع شيئين، تتعامل مع شيء اسمه تراي وشيء اسمه كاتش. عندي تراي وكاتش، اول شيء فوق نحط التراي وتحت نحط الكاتش. طب ايش في مثل التراي وكاتش؟ التراي نحط جواها الكود حقنا، الكود حقك وش ما كان الكود حقك تحطينه داخل التراي. ليش احط داخل التراي؟ لانه احتمال الكود يكون في ايرور صح ولا لا؟ مو دائما مو غصب يكون الكود في ايرور، احتمال لو 1% ان الكود حقي يكون في ايرور. فانا احط الكود حقي داخل تراي، في حال الكود صار له ايرور تجي التراي ترمي الايرور على الكاتش، وتجي الكاتش من اسمها كاتش، فهي تلتقط تسوي كاتش تلتقط الايرور. طيب شو تسوي فيه؟ تروح تعالجه وتصلحه وتخلي برنامج يكتمل تنفيذه. اوكي فاعيد مره ثانيه، لو انا عندي كود احط الكود حقي جوا تراي اوكي، في حال طلع لي ايرور يعني لو كان الكود حقي فيه ايرور راح تجي التراي ترمي هذا الايرور وتجي الكاتش تلتقط الايرور وتحل الايرور. لو الكود حقي ما في ايرور خلاص الحمد لله التراي ما راح تربي شيء والكاتش ما راح تلتقط شيء. فالتراي والكاتش يعني زي ما يقول عمليه احتياطيه. اوكي التراي احط فيها الكود، في حال صار في ايرور تجي الكاتش تلتقط هذا التراي احط فيها الكود، في حال كان في ايرور تجي الكاتش تلتقط هذا الايرور وتحله وتعالجه. طب لو انا البرنامج حقي ما فيه تراي وكاتش ايش صار؟ لو انا ما عندي تراي وكاتش وطلع لي ايرور، طلع عندي ايرور في الرننج تايم، طلع عندي ايرور في وقت التشغيل، ايش راح يصير؟ البرنامج راح يوقف، خلاص طلع الايرور راح يوقف البرنامج وما راح يكتمل تنفيذه. بس لما انا احط تراي وكاتش صار في ايرور
بكل بساطة الايرور التراي راح ترمي الايرور على الكات، والكات راح تلتقط الايرور وراح تحله وراح يكتمل تنفيذ برنامج. ما راح يوقف برنامجي، صح انه في ايرور بس ما راح يوقف برنامج، راح يكمل راح يتنفذ. ليش؟ لانه الكات التقط الايرور وعالجته وصلحت الايرور. اوكي، فعشان كذا التراي والكاتش مره مهمه. فالاكسبشن هاندلينج تتعامل مع التراي والكاتش، التراي نحط فيها الكود اللي فيه الايرور، والكاتش هي اللي تعالج الايرور. يعني مين راح يسوي هاندل؟ ايش يعني اكسبشن؟ اكسبشن هو اسم اخر الايرور، هي عباره عن ايرور بس اسم اخر الايرور. ايش يعني هاندل؟ هاندل يعني راح اعالج الايرور. طب مين اللي عالج الايرور؟ هل هي تراي ولا كاتش؟ لا، الكاتش هي اللي تعالج الايرور. الكود راح احطه جوا تراي، والكاتش هي اللي راح تسوي هاندل، راح تتعامل وتعالج الاكسبشن اللي هو الايرور. الفرق الرئيسي بين تايب شيكينج وبين الاكسبشن هاندلينج انه التايب شيكينج انا عندي ايرور يطلع لي في البرنامج في الكومبايلر تايم، بينما الاكسبشن هاندلينج عباره عن ايرور ايضا، ولكن الايرور راح يطلع في وقت التشغيل في رننج تايم، وراح احتاج الى وشو؟ احتاج الى تراي كاتش زي ما قلنا. طيب قلنا يقول لك هنا انه مهمه بنات ترو فولس، جدا جدا مهمه، راح تجيكم اكيد اختياري وترو فولس. تقول لك انه الاكسبشن هاندلينج موجود ويستخدم في السي بلس بلس وفي السي شارب في الجافا، ولكن ما يستخدم في السي ولا يستخدم بالفورتن. فمهم ترو فولس ان الاكسبشن هاندلنج يستخدم في السي بلس بلس ولكن ما يستخدم في السي. اوكي، يستخدم في الجافا ولكن ما يستخدم بالفورتن. يعني راح يجيكم ترو فولس واختياري راح يلخبطونكم فيها انه الاكسبشن هاندلنج وين هل هو يستخدم بالفورتن ترو فولس؟ لا فولس، هذه مهمه. مثلا ناخذ الان، مو احنا قلنا انه التراي، مو احنا قلنا انه الاكسبشن هاندلنج، وش الاكسبشن هاندلنج؟ اللي هي تراي وكاتش. قلنا انه الاكسبشن هاندلنج اللي هي تراي والكاتش تستخدم في السي بلس بلس. ناخذ مثال على استخدام التراي والكاتش في السي بلس بلس. طيب شو نسوي؟ قلنا احنا راح نحط الكود جوا التراي، في حال صار في ايرور راح تجي الكاتش تلتقط هذا الايرور. شو راح تسوي الكاتش؟ مهم بنات، الكاتش شو تسوي؟ الكاتش راح تلتقط الايرور اوكي، وراح تحله فيكس، راح مو بس تلتقطه بس، راح تحل البروبلم، تفيكس ذا بروبلم، تحل الايرور اوكي، وتخلي البرنامج يش يكمل. يعني ما راح يوقف تنفيذ، لا راح يخلي البرنامج يكمل تنفيذه، راح كونتينيو ذا بروجرام ويذاوت اب نورمال. يعني تقول لك راح اخلي البرنامج يكمل تنفيذه. لو انا ما عندي كاتش وطلع لي ايرور، خلاص وقف برنامج، وقف. بس لانه عندي كاتش، الكاتش راح تلتقط الايرور وراح تحله وراح تخلي البرنامج يكمل التنفيذ. اوكي، فتراي نحط فيها الكود اللي ممكن يصير جواته ايرور، والكاتش قلنا ان هي راح تاخذ الايرور وراح تعالجه. والفائده من تراي والكاتش انه اخلي برنامج يكمل تنفيذه حتى لو في ايرور، مو يوقف تنفيذه، لا راح يكمل عادي. طيب المعيار او سوري الفاكتورز اللي هو العامل الثالث معانا في الريلابيلتي اللي هي الياسينج. ايش يعني الياسينج؟ الياسينج ايش يعني؟ الياسينج بالعربي هي اعاده تسميه. اوكي، الالياسينج مفهومها انه انا يكون عندي تو فاريبلز، يكون عندي متغيرين كلهم يؤشرون على نفس الخليه في الميموري. اوكي، ريفرنس، ريفرنسينج يعني تاشير. اوكي، الالياسينج انه انا راح اشر على نفس الخليه بالميموري من قبل اكثر من فاريبلز. اوكي، فالالياسينج انه انا راح اشر على نفس الخليه حقت الميموري اوكي with more than one name. يعني انا عندي اكثر من اسم، more than one name، يعني عندي اكثر من اسم مثلا x y. اوكي، عندي more than one name يعني عندي اكثر من اسم كلهم reference، كلهم يؤشرون على نفس الخليه بالذاكره. تخيلوا هذه الذاكره، انا عندي متغيرين او عندي x y متغيرين كلهم يسوون reference، كلهم يؤشرون على نفس الخليه بالذاكره. هذه هي الاليسنج، انه انا عندي two variables يؤشرون على نفس الخليه في الذاكره. اعطيك هنا اكزامبل، مثلا لغه السي مثلا، اوكي تخيلوا عندي متغير اسمه اكس، اوكي وعندي متغير مثلا اسمه واي، اوكي اوكي، وكلهم يؤشرون على نفس الخليه بالذاكره. هذا هو المثال حقنا. اعطاك هنا مثال بلغه السي، لو انا عندي متغير اسمه اكس نوع انتجر، وعندي برضه متغير اسمه واي برضه نوع انتجر، قلنا هنا الاكس يساوي 5، يعني انا راح اخذ رقم 5 اوكي واخذنا جوا متغير اكس. حلو حلو، بعدين قلنا اكس تساوي واي، يعني انا راح اخذ متغير اللي هو واي اوكي، وش اخزن جواته؟ اخزن الاكس جوا الواي. فانا اخذت الاكس هذه بكبرها اوكي وخزنتها جوا الواي. يعني بنات باختصار، يلا انا عندي متغير اسمه اكس، هذا هو متغير اسمه اكس، ايش جواته؟ جواته رقم 5 اوكي، هذا رقم 5. بعدين عندي متغير اسمه واي، هذا هو متغير اسمه واي، ايش جواته؟ جواته اكس.
reference يعني x علامة الاند هذه وش معناتها؟ معناتها انه x هو نفسه هذا اللي قبل، اوكي؟ فالواي جواتها، الواي جواتها الx هذا اللي قبل، اوكي؟ اللي هو هذا هي الx اللي هو مين؟ اللي هو هذا كله. هنوريكم بس اوضح اللي هو هذا x هذا بنات، اوكي؟ هنا جوا الواي، يعني كأني اقول ان الخمسة هي جوا الx، اوكي؟ مو احنا قلنا انه الخمسة جوا الx بعدين قلنا انه الاكس جوا الواي، يعني انا اخذت الاكس بكبره اللي مع خمسته يعني جوا الواي، فانا عندي هنا برضو اكس، فايش صار اللي هو مين جواته؟ مين جوا اكس؟ طيب مو احنا قلنا ان الواي جواتها اكس، اوكي الواي جواتها اكس، طب الاكس جواته اصلا، الاكس اصلا جواته خمسه، فانا كانه ايش؟ كانه الخمسه اوكي يؤشر عليها تو فاريبلز اكس وواي، لانه انا خمسه جوا الاكس بعدين اكس جوا الواي، اكس اللي هو خمسه جوا الواي، فالخمسه مره جوا الاكس ومرة جوا الواي، فأنا عندي رقم خمسة أو القيمة هذه خمسة يؤشر عليها two variables x y، هذه هي أنا عندي يعني نفس الخلية اللي هي الخمسة هذه يؤشر عليها أكثر متغير هو x y، هذه هي الياسين إنه أنا عندي يكون عندي نفس الخلية حقت الذاكرة يؤشر عليها أكثر من متغير. آخر عندنا آخر factors عندنا اللي هو readability والwriteability اللي هي عن سهولة القراءة، سهولة القراءة وسهولة الكتابة. كل ما صار الكود حقي سهل الكتابة واضح، كل ما صار أسهل في القراءة، وبالتالي راح يأثرون سهولة الكتابة وسهولة القراءة يأثرون على الموثوقية، راح تزيد عندي موثوقية. لما يكون كودي سهل الكتابة راح يكون أيضا سهل القراءة، ولما يكون سهل الكتابة وسهل القراءة راح تزيد عندي موثوقية، أوكي؟ فيقول لك هنا لو أنا عندي برنامج، إيش يعني readability و writeability؟ المعيار الأخير الفاكتورز الأخير اللي هو العامل الأخير عندنا اللي هو readability و writeability. لو أنا عندي برنامج صعب القراءة وصعب الكتابة، يعني تخيل إن الكود حقي صعب من حيث الكتابة وصعب أقرأ، أكيد لما تكون كتابة الكود صعبة أكيد راح يكون صعب القراءة، أوكي؟ فلما يكون عندي كود صعب من حيث الكتابة وصعب من حيث القراءة أكيد راح يكون عندي سهل إن يكون في عندي mistakes، سهل يكون عندي error. عندي كود والله صعب الكتابة، كتابته مرة صعبة، أكيد أجل بما إنه كتابته صعبة أكيد راح تكون قراءته صعبة، وبما إنه كتابته صعبة وقراءته صعبة أكيد راح يكون سهل مرة إن يكون في أخطاء أو في mistakes وفي error. وبالتالي لما يكون في أخطاء ويكون والله صعب القراءة برضه راح يكون صعب اني انا القى الايرور، لانه هو اصلا صعب القراءه، فصعب بعد اني القى الايرور، اوكي؟ فالفكره بنات انه انا احاول قد ما اقدر اخلي البرنامج حقي سهل الكتابه عشان يكون سهل القراءه، وبالتالي لما يكون سهل القراءه يكون سهل اني انا القى الاخطاء، اوكي، والقى الايرور واصححها واصلحها، اوكي؟ وبكذا لما انا القى الايرور بسرعه واصلحها بسرعه كذا راح تزيد عندي الريلابيلتي اللي هي الموثوقيه. يعني الفكره بنات انه لما يكون برنامجي صعب الكتابه ولما يكون برنامج صعب القراءة راح يكون صعب برضو الحصول على الأخطاء وتصحيح الأخطاء، ولما يكون صعب الكشف عن الأخطاء راح يكون ما في موثوقية، بس لما يكون برنامج سهل الكتابة وسهل القراءة راح يكون برضو سهل العثور على الأخطاء وتصحيحها، ولما أنا سهل لما يكون أنا بسرعة ألقى أخطاء وصلحها بسرعة راح يزيد عندي أداء راح يزيد عندي الموثوقية، وكيف كلهم مرتبطين ببعض. فلازم يكون برنامجي سهل من حيث الكتابة ولازم يكون برضو سهل اوكي لازم يكون برنامجي سهل من حيث الكتابه، بالتالي راح يكون ايضا سهل من حيث القراءه عشان يكون يسهل علي كشف الاخطاء وتصحيحها، وعشان بعدين لما يكون عندي والله الاخطاء بسرعه يعني بسرعه اقراها وبسرعه اصلحها راح بالتالي راح تزيد عندي الموثوقيه والاعتماديه اللي هي الريلابيلتي، اوكي؟ فكل هذه عوامل تؤثر على الريلابيلتي. نجي عند اخر كريتيريا معانا، اخر معيار معانا اللي هو الكوست. احنا اخذنا قبل تذكرون بنات اخذنا قبل قلنا انا عندي مجموعه من المعايير اللي راح استخدمها في تقييم لغات البرمجه، اخذنا readability واخذنا writeability واخذنا readability، راح ناخذ الان الكوست اللي هو اخر معيار عندنا في تقييم لغات البرمجه اللي هي تكلفه، ان لازم تكون التكلفه الاجماليه لبرنامجي تكون يعني قليله او متوسطه ما تكون عاليه. فناخذ الان الكوست. طيب الكوست انا عندي مجموعه من العوامل اللي تاثر على التكلفه زي ما اخذنا مهمه راح اجيك معددي، مثلا هنا عندنا العوامل بس ركزوا معي، هنا عندنا العوامل الفاكتورز العوامل اللي تاثر على القراءه، وهنا عندنا العوامل هنا عندنا العوامل اللي تاثر على الكتابه، اوكي، وهنا عندنا العوامل تاثر على الريلابيلتي، اوكي. الان ناخذ العوامل اللي تاثر على الكوست على التكلفه. انا عندي عوامل تؤثر على التكلفه الاجماليه، ممكن يجيك معددي عدي ما هي العوامل اللي تؤثر على التكلفه. اول شيء اول عامل يقول لك انه انا
يعني راح يكون عندي جزء من التكلفة راح يكون على تدريب المبرمجين اللي راح يشتغلوا على هذه اللغة. يعني راح يكون عندي جزء من التكلفة راح يكون على يكون على إني أدرب المبرمجين اللي راح يشتغلون على هذه اللغة. أنا عندي لغة معينة، فجزء من التكلفة راح تكون على تدريبي للمبرمجين اللي راح يشتغلون على هذه اللغة اللي هي training programmers. إنه أنا جزء من التكلفة راح أخذها على إني أدرب المبرمجين. أنا أدرب المبرمجين حقيني اللي راح يشتغلون على لغة معينة. طيب عندنا writing programs. إيش يعني writing programs؟ يقولك هنا اختياري للغة البرمجية وكتابتها بناء على نوع تطبيق. مثلا لو أنا عندي نوع تطبيق، مثلا أنا التطبيق اللي راح أسويه تطبيق ذكي مثلا، أوكي راح أسوي تطبيق ذكي مثلا ذكاء اصطناعي، إذا راح أستخدم لغة برمجية اللي هي البرولوج. لو أنا راح أسوي ديسكتوب، يعني راح أسوي تطبيق ديسكتوب، إذا راح أستخدم الجافا. لو أنا راح أسوي ويب سايت موقع، إذا راح أستخدم دوت نت. فأنا بناء على نوع التطبيق اللي راح أسويه أستخدم اللغة المناسبة له. إذا راح أسوي والله برنامج ذكي أستخدم برولوج اللي هي عبارة عن لغة الذكاء الاصطناعي، أخذناها قبل في مادة الذكاء الاصطناعي. إذا أنا راح أسوي برنامج ديسكتوب راح أستخدم جافا. إذا أنا راح أسوي برنامج يعني حق الإنترنت أو حق ويب سايت راح أستخدم ASP.NET. فأنا بناء على نوع التطبيق راح أستخدم لغة برمجة مناسبة. كل لغة عندي، يعني كل تطبيق له لغة برمجة مناسبة له. يعني اختياري للغه اختياري للغه البرمجيه اوكي بناء على نوع التطبيق. لو تطبيق ذكي راح استخدم برولوج، لو تطبيق مثلا دوت نت راح استخدم نت. فانا على حسب نوع التطبيق راح اختار اللغه المستخدمه والمناسبه عشان ما تكلفني وقت وجهد، ما اخذ وقت وجهد يعني زياده. اوكي فالكوست اول عامل ياثر فيها اللي هو تريننج بروجرامرز، اللي هو انا راح يكون جزء من تكلفه خاص لل تدريب المبرمجين راح يكتبون هذه اللغه. الشيء الثاني عندنا الرايتنج بروجرامز، راح يكون برضو جزء من التكلفة خاص في كتابة البرامج، وحاول اخلي يعني كتابتي البرامج على حسب التطبيق اللي راح اسويه زي ما قلنا. سوري ايوه. الشيء الثاني اللي هو الكومبايلينج بروجرامز. الكومبايلينج بروجرامز اللي هو كومبايلر، انا لما اختار كومبايلر كويس وكفاءته عالية اكيد راح يقلل من تكلفة. فالكومبايلر عامل مهم في التكلفة، كل ما كان الكومبايلر حقي كويس وعنده كفاءة عالية كل ما قلت التكلفة. فالكومبايلينج أو الكومبايلر عامل مهم في التكلفة. الشيء الرابع عندنا اللي هو executing program. إيش يعني executing؟ يعني تنفيذ برامج، أوكي يعني سرعة تنفيذ، بمعنى آخر سرعة تنفيذ برامج. كل ما صار البرنامج حقي سريع كل ما صار تكلفته أقل، فسرعة تنفيذي للبرامج راح يأثر بشكل مباشر على التكلفة اللي هو executing program. خلاص 1 2 3 4 5. الشيء الخامس اللي هو language implementation system. language implementation system اللي هي availability of free compilers. يعني انا احاول اخلي الكومبايلر حقي متوفر، يعني والله لما يكون عندي انا والله كومبايلر خاص فيني اكيد راح تكون تكلفة مرة عالية. وش والشيء قبل الاخير عندنا اللي هو reliability اللي هي الموثوقية. لما يكون انا عندي الريلابيلتي الموثوقيه اللي هي ايش يعني الريلابيلتي؟ اخذناها الريلابيلتي يعني هي الموثوقيه والاعتماديه. لما تكون الموثوقيه حقتي والاعتماديه بور ضعيفه اذا راح يكون عندي تكلفه عاليه. تخيل انا السيستم حقي او النظام حقي او برنامج حقي ثقتي فيه او موثوقيتي فيه او اعتماديتي فيه مره ضعيفه، اذا راح ياخذ مني تكلفه مره عاليه. اوكي يعني كل ما قلت الموثوقيه كل ما زادت التكلفه. واخر عامل معانا اللي هو الماينتايننج بروجرامز. ايش يعني ماينتايننج؟ ماينتايننج يعني صيانه. اوكي انا لما اسوي صيانه البرنامج حقي كل مره اسوي صيانه كل ما طور عندنا. طبعا التكنولوجيا في تطور والدنيا تتطور، فكل شوي عندنا يعني تطورات زياده. فانا بحاجه اني اسوي صيانه للبرنامج حقي، يعني برنامج تعطل او برنامج صار قديم فانا محتاج اسوي عليه صيانه. فالصيانه هذه راح تاخذ مني ايش؟ راح تاخذ مني تكلفه. اوكي فالعامل الصيانه يعني تكلفه، في عندي جزء من التكلفه خاص بالصيانه والاعطال اللي راح اسويها على السيستم. فالتكلفه يعني عندي اكثر من عوامل، اللي هو عندي ندرب المبرمجين راح يسوون اللغه هذه، كتابه البرامج، الكومبايلر، الاكسكيوت، الكومبايلر يعني يكون فاضي لي، الريلابيلتي موثوقيه، كل ما قلت كل ما زادت التكلفه، وعندنا الصيانه. Others عندنا برضو أشياء ثانية ما أخذناها. يعني إحنا أخذنا وقلنا إنه إحنا عندنا مجموعة من المعايير اللي راح أستخدمها عشان أقيم لغة برمجة معينة. أخذنا المعيار الأول اللي هي readability، المعيار الثاني اللي هي writability، المعيار الثالث اللي هو reliability، والمعيار الرابع اللي هي cost.
في ايضا معايير اخرى غير هذولي. نكمل عندنا others، عندنا معايير اخرى غير الكوست وغير ذولي others، عندنا برضو ثلاث معايير زياده. اول معيار اللي هو البورتابيليتي. بورتابيليتي يعني هي قابل، يعني بمعنى اخر قابليه النقل. ايش يعني قابليه النقل؟ يعني هل النظام حقي او هل البرنامج حقي عنده قابليه انه ينتقل على نظام ثاني او يشتغل في بيئه مختلفه ثانيه ولا لا. مثلا تخيلوا انا عندي مثلا بعطيك مثال سريع، لو انا عندي برنامج بس يشتغل على ويندوز، اوكي عندي برنامج تعبت عليه وسويته بس البرنامج هذا ما يشتغل الا بس على نظام ويندوز، لو تحطيه على نظام ماك ما اشتغل، اذا هو ما عنده بورتابيليتي. بس بالمقابل لو عندي برنامج ثاني مثلا يشتغل على ويندوز ويشتغل على ماكس ويشتغل على لينكس ويشتغل على انظمه تشغيل مختلفه، اذا هو عنده بورتابيليتي، عنده قابليه النقل. قابليه النقل يعني انا يكون عندي سهوله في نقل البرنامج، هذا البرنامج يكون عنده قدرة على أنه يشتغل على بيئات مختلفة وأنظمة مختلفة، يعني ما يكون البرنامج حقي محدود ما يشتغل إلا على نظام معين، ما يكون برنامجي مثلا بس يشتغل على ويندوز أو بس يشتغل على ماك أو بس يشتغل على لينكس، لا يكون برنامجي عادي عنده قابلية النقل، عنده البورتابيليتي، عنده قابلية أنقله على أي بيئة مختلفة، يشتغل على جميع البيئات ويشتغل على أنظمة مختلفة، يشتغل على ويندوز والماك واللينكس وأي نظام. اوكي فاذا صار البرنامج حقي ينتقل طبعا راح يكون افضل. اوكي كل ما كان البرنامج حقي يعني يشتغل على بيئات مختلفه ويشتغل على جميع البيئات ويشتغل على جميع الانظمه اذا هو افضل، فاحنا نبغى يكون عندنا بورتابيليتي اللي هي قابليه النقل. زي لغه الجافا، الجافا عادي تشتغل على على الويندوز، تشتغل على اللينكس، تشتغل على الماك، فالجافا عندها البورتابيليتي، عندها قابليه النقل. فالبورتابيليتي تعريفها انه انا يكون عندي سهل ان البرنامج حقي انقله من تنفيذ الى تنفيذ اخر او من بيئه الى بيئه اخرى او من نظام الى نظام اخر، عادي يشتغل على اكثر من بيئه وعلى اكثر من نظام. طيب المعيار السادس عندنا اللي هي الجنراليتي. جنراليتي يعني جايه من كلمه جنرال، من شيء عام، يعني انه احاول قد ما اقدر انه اخلي اللغه حقتي عامه. يعني ايش يعني عامه؟ يعني ممكن اطبقها على عدد واسع من التطبيقات، يعني تكون اللغه حقتي عامه ممكن اطبقها على عدد واسع من التطبيقات، ما تكون فقط تطبق على شيء محدود، لا تكون عامه الكل يقدر يستخدمها، كل التطبيقات ممكن تستخدم هذه اللغه. اوكي فاحاول ايش يعني تكون العموميه او العامه، انه الابلكيشن التطبيقات حقتي تكون يعني او لغتي احاول اطبقها او اللغه البرمجيه حقتي هذه لغتي احاول اخليها مطبقه على عدد كبير من التطبيقات، يعني تشتغل على عدد واسع وكبير من التطبيقات، ما تكون محدودة، ما تصح لتطبيقات معينة لا. والمعيار الأخير عندنا اللي هو will definitions. إيش يعني will definitions؟ يعني يكون عندي definitions اللي هو تعريف جيد جدا، يعني أنا يكون عندي تعريف هذه اللغة، اللغة هذه يكون تعريفها will جيد جدا، تكون manual، يعني تكون عندنا يعني واضحة ومقاييسها واضحة وتكون معرفة بشكل جدا جدا جيد، اسمها will definitions، يعني تعريفها، تعريف هذه اللغة جدا واضح وجيد. يعني يكون عندي زي كتالوج، اوكي مثلا عندي لغة مثل جافا مثلا او اي لغة برمجية، اللغة يكون عندها زي كتالوج واضح وكل شيء مكتوب فيه وكامل وموثق وموثوق، وكل صغيرة وكبيرة عن هذه اللغة تكون مكتوبة بشكل واضح ومفهوم يعني ومعروف، ويعني معروف ان هذه اللغة ايش طريقة عملها، معروفة وكيف طريقة عملها وطبيعتها وكل شيء. اوكي يعني زي مثلا عندي مثلا يكون اللغة عندها زي كتالوج يوضح لك كل شيء عن هذه اللغة، كيف طريقة عملها، كيف طبيعتها، كل كبيرة وصغيرة عن هذه اللغة تكون معرفة بشكل واضح ويعني سلس. اوكي فهذه المعايير، انه انا احاول بشكل يعني مختصر بنات باختصار انه انا عندي مجموعة من المعايير اللي تخليني اقول انه هذه اللغة كويسة. اول معيار انه اللغة حقتي، اللغة احنا نتكلم عن اللغات، اتكلم عن اللغات البرمجيه اللي هي الجافا، السي شارب، السي بلس وكل اللغات. احاول اللغه البرمجيه حقتي احاول اخليها سهل القراءه وسهل الكتابه ويكون عندها موثوقيه واعتماديه وتكون التكلفه حقتها يعني كويسه مو غاليه. وكمان نكمل هنا. اوكي وكمان تكون بورتابيليتي، تكون عندها قابليه النقل، يعني اللغه هذه حقتي من زي لغه الجافا مثلا، اوكي تكون اللغه هذه عندها قابليه النقل، يعني تشتغل على بيئات مختلفه، تشتغل على انظمه تشغيل مختلفه مش نظام معين بس، وتكون برضو جنرال، تكون عامه، يعني ما تشتغل على مجال كبير من التطبيقات تستخدمها مو بس تطبيقات محدوده. والشيء الاخير تكون هذه اللغه will definitions، تكون يعني معرفه بشكل جدا واضح وكل كبيره وصغيره عنها محطوطه بشكل واضح.
نوقف هنا ونكمل المحاضرة القادمة.